الأقنعة لعبت في حياتك دور؟ اتخدعتي كتير؟ يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. أي أقنعة خدعتك أكتر؟ قناع إيه لما تلبس خدعك أكتر؟ الصحبية، صداقة. يا خبر أبيض، لا ده في حد حسيت إن كل اللي بيحصل لي ده مش مهم، بس هو هي الخبطة اللي خبطتها على دماغي. أنت قلتي هو وأنا سمعتك. لا هي انتي قلتي هو ولا سمعتك؟ لا 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 هو، لا ما عنديش هو. قولي يا زينة. لا هي هو. قولي، مش هقول لحد. لا لا مش هقول لحد، يعني خليها. وانا اتجوزت قليل يعني ما اخاف منك ليه؟ صحيح، دول لوحدهم. دول لوحدهم، هو كتير. لا هي بجد دي كانت صدمة وجعتني وجع جامد. بس كانت ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ قومت نفسي برضه. لا مش حكاية تتقيم. لا قولي لي، احكي لي، قولي لي ايه اللي حصل. مش حكاية. طب قولي لي حاجة تقدري تحكيها من غير حتى ما تقولي أسماء. قولي لي حد خدعك بقناع وكانت الخدعة كبيرة أثرت فيكي. يعني هي دي ممكن أكتر واحدة أثرت فيا. لا أنا أصل اللي الخدعات اللي العادية دي اللي هي ما بتعدي، عادي تعودنا. لكن دي مثلا كانت صاحبتي 14 سنة. ها. كانت خبطتها 14 سنة في نص الدماغ. يعني عملت ايه؟ انا ولا حاجة، انا وقعت في مشكلة فبيسألوا بيقول لها طب انت تعرفي حاجة عنها؟ قالت لهم لا هي مش صاحبتي اساسا، وهي كانت انتي تنكرت منك. فوجعتني بجد، يعني وجعتني وجع جامد. طبعا تخطيته بس خد وقت، خد وقت طبعا عشان اتخطى علاقة كانت كنت فاكرة انها ثبات عميق. يعني 14 سنة ده هي جزء سنة من حياتك، جزء اساسي، جزء كبير. فدي كانت بتوجع، يعني دي حاجات خبطات من اللي بتوجع قوي. خبطات الشغل انا اعتقد انها كلها ما بتوجعش، لاني بعتبر ان الشغل شغل. يعني يمكن مره زمان اتوجعت، كانت بجد وجعه جامد قوي. كان في فيلم مفروض انا اعمله مع محمد خان بطوله احمد زكي، وكنت صغيره. جابوا نهله سلام. جابوا نهله سلام، دي برضو من الحاجات اللي في الشغل اللي وجعتني. يعني قعدت 3 ايام اعيط. انا نادرا، يعني انا في طلاقي بزعل يومين. يعني دي وجعتني اكتر. وجعتك عشان كنت صغيره؟ كنت صغيره، وكنت احمد زكي يعني ومحمد خان، يعني حاجة بالنسبة لي حلم. فلما راح طبعا وجعني، بيوجع جامد. إنما دلوقتي لو شغل باظ يعني عادي. الحياة عرفتك إن اللي يجي في الشغل أهون بكتير من اللي يجي في أي حاجة تانية؟ من البني آدمين أهون بكتير من البني آدمين. حتى نصب الفلوس أسهل من وجع البني آدمين، من حد قاصد يوجعك.